أهلا بكم من جديد. توقفت محطة توليد الكهرباء الرئيسية في غزة عن العمل بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها بسبب استمرار إغلاق إسرائيل لمعبر كرم أبو سالم. وترك توقف المحطة وإغلاق المعبر أزمة إنسانية خانقة في القطاع المحاصر. وطلبت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الجهات المعنية بالتدخل للضغط على إسرائيل لفتح المعابر. لم تدم فرحة الفلسطينيين طويلا بدخول الوقود الذي تكفلت قطر بشرائه، فأحيا محطة توليد الكهرباء قبل أسبوعين، إذ ما لبثت المحطة أن توقفت مجددا بعد أن أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم قبل أيام ومنعت إدخال بقية الوقود الذي اشتري لتشغيل المحطة. الكميات اللي كانت موجودة في محطة الكهرباء كانت فقط يعني تكفي ليوم أو ليوم ونصف، فعندما انتهى أو عندما تم إغلاق المعبر فانتهت كمية الوقود وتم إغلاق المحطة بشكل كامل. إسرائيل قالت إن إغلاق معبر كرم أبو سالم جاء ردا على التوترات الأمنية وآخرها مقتل إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني عند الحدود مع غزة. غزة لا تحتمل أن يغلق المعبر، وهذا الذي تقوم به إسرائيل هو عقاب جماعي. نحن هنا نقول أن من حقنا أن يفتح المعبر. إسرائيل قوة احتلال، هذه معابر وجدت لتعمل وليست منا، من الاحتلال الإسرائيلي. أزمة محطة الكهرباء قفزت لتكون الأزمة الأمر في حياة الفلسطينيين اليومية في غزة. أزمات إنسانية يبتز بها الاحتلال الإسرائيلي القطاع مع كل توتر ميداني، ما يترك آثارا مأساوية في مختلف القطاعات الحيوية. ففضلا عن أزمة الكهرباء، تواجه قطاعات خدمية مختلفة خطرا حقيقيا، لأن معبر كرم أبو سالم هو المنفذ الوحيد الذي تعتمد عليه مؤسسات الإغاثة الدولية في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر. غزة تعيش الآن تحت حصار خانق، لا كهرباء ومياه ملوثة، نسبة البطالة 40%، نسبة لا يسمح للغزيين بالخروج والدخول من قطاع غزة إلا نادرا. تستقبل غزة إذن سنة أخرى بصنوف معاناة لا تنتهي بفعل حصار يخنق سكانها للعام السابع على التوالي. تامر المسحال، الجزيرة، غزة، فلسطين. وينضم إلينا من غزة مراسل الجزيرة تامر المسحال. تامر، هل هناك أي محاولات لحل أزمة إدخال الوقود إلى غزة وبالتالي حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي؟ المحاولات هي عبر الأطراف الراعية للتهدئة في قطاع غزة وتحديدا السلطات في مصر، وأيضا عبر المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة كالأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الإغاثية في طريق الضغط على إسرائيل لفتح معبر كرم أبو سالم. وهو بالمناسبة حتى يعلم المشاهد أنه هو المعبر الوحيد والرئيسي الذي يدخل ما يحتاجه سكان قطاع غزة من مساعدات إنسانية ومن احتياجات مختلفة، خاصة أنه كما نعرف في ظل الأوضاع الأمنية على الحدود مع مصر وأغلاق الأنفاق بات هذا المعبر هو النافذة الوحيدة التي يدخل منها ما يحتاجه سكان قطاع غزة في ظل الحصار المفروض على القطاع. وبالتالي المعول أن ينجح هذا الضغط على إسرائيل بفتح المعابر، خاصة أن هناك طلبات فلسطينية كما جاء في المؤتمر الصحفي للجنة الشعبية لمواجهة الحصار على لسان النائب جمال الخضر رئيس اللجنة الشعبية، الذي طالب بعدم ربط الأوضاع الأمنية بالمعبر، وطالب إسرائيل بتجنيب المعابر كل انعكاسات التوترات الأمنية على الأرض، لأن المعبر هو حق إنساني مكفول وفق القوانين الدولية. نحن بانتظار أن تسفر هذه الضغوط عن نتائج على الأرض، لكن الأوضاع تزداد مأساوية كما سمعنا على لسان الناطق باسم الأونروا في غزة عدنان أبو حسن، الذي قال أن الوضع فعلا وضع صعب جدا بكل الأرقام على الأرض، خاصة أنه صحيح أن أزمة الكهرباء هي الأزمة الأولى التي برزت سريعا بعد إغلاق المعبر، لكن إذا استمر إغلاق المعبر فيعني ذلك أن أزمات إنسانية خانقة سوف تعصف بالقطاع في المجالات الحيوية المختلفة. كما نعرف أن هناك يعني أزمة تتعلق بالمواد الغذائية التي يعتمد عليها سكان القطاع، هناك أزمة المعدات الطبية والأدوية. إذن هي بالفعل نتحدث عن قطاعات إنسانية مختلفة يعتمد عليها فتح المعبر بشكل أساسي.
أشكرك جزيلا تامر المسحال مراسل الجزيرة، كنت معنا من غزة.